الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أعزائنا طلاب الصف الثامن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبدأ معكم بمشيئة الله عز وجل مراجعة عامة على ما تم دراسته خلال منتصف الفصل الدراسي الثاني، ونبدأ بمشيئة الله عز وجل كما تعودنا بالنصوص الإقناعية. النص الإقناعي بعنوان الإحسان إلى الغير انشراح للصدر، الجميل كاسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا، تجد الفرج والراحة. أعطي محروما، انصر مظلوما، أنقذ مكروبا، أطعم جائعا، عد مريضا، أعن منكوبا، ولا ترد سائلا أو محتاجا لمساعدتك. تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين، لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. شربة ماء من كف بغي لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السماوات والأرض. لأن صاحب الثواب غفور شكور جميل، يحب الجميل غني حميد. يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف، هلموا إلى بستان المعروف وتشاغلوا بالغير. عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة، وستجدون للسعادة طعما ولونا وذوقا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. السؤال الأول: ما الفكرة الرئيسة التي يعبر عنها النص؟ الفكرة الرئيسة هي حسن الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم. إجابة صحيحة. السؤال الثاني: ما مرادف كلمة عقور في جملة شربة ماء لكلب عقور؟ الإجابة الصحيحة هي يفترس ويعض. أحسنت، الإجابة صحيحة. السؤال الثالث: ما مضاد كلمة عمرت في جملة عمرت قلوبهم بالبر والإحسان؟ المضاد هو كلمة فرغت. إجابة صحيحة. السؤال الرابع: ما الوسيلة التي استخدمها الكاتب لنقل المعنى الضمني في قوله إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية؟ الإجابة الصحيحة هي التوكيد. إجابة صحيحة. السؤال الخامس: من الخصائص الأسلوبية للنصوص الإقناعية
توظيف الأساليب الإنشائية كالنهي، أين تحققت تلك السمة من في الجمل التالية؟ تحققت تلك السمة في جملة ولا ترد سائلا أو محتاجا لمساعدتك. أحسنت. السؤال السادس سؤال مقالي، ما الدليل على توظيف الكاتب أساليب جذب انتباه القارئ الآتية؟ ألف مخاطبة القارئ مباشرة. الدليل على ذلك قول الكاتب فإذا خاف بك طائف فامنح غيرك معروفا هلموا إلى بستان المعروف. أحسنت. توظيف الألفاظ المترادفة كتأكيد الفكرة. الدليل على توظيف الكاتب الألفاظ المترادفة لتأكيد الفكرة قوله الانشراح والانبساط، الهدوء والسكينة، البر والإحسان. أحسنت. النص الثاني نص نقاشي بعنوان القيادة فطرية أم مكتسبة؟ اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. لا بد للمجتمعات البشرية من قيادة تنظم شؤونها وتقيم العدل بينها، حتى لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين القائد في أقل التجمعات البشرية حين قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، رواه أبو داود. والقيادة تعني القدرة على التأثير في الآخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة، فهي إذن مسؤولية تجاه المجموعة للوصول بها إلى الأهداف المرسومة. والقائد الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر في سلوك وتوجيهات الأفراد من حوله لإنجاز أهداف محددة. وقد دار حوار طويل على مدى التاريخ حول هذا الموضوع، ولكل فيه رأي وجدل. فالبعض يقول إن القيادة تكون بالفطرة وهي موهبة أنعم الله بها على عباده المتصفين بها، والبعض الآخر يقول هي مكتسبة ويمكن تعلمها. ويستند الفريق الأول في رأيه إلى الآتي: أولاً، إن العلم والمهارات تكتسب، لكن الجانب الإنساني والقدرة على التأثير في الناس لا يمكن اكتسابها، فلا دخل للجهد الإنساني في تنميتها أو صقلها. ثانياً، قال صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس الذي ساد قومه بحلمه وعدم انفعاله: إن فيك خصمتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال الأحنف رضي الله عنه: أهما خصلتان تخلقت بهما؟ أم هما خصلتان جبلني الله عليهما؟ أي هي فطرية أم مكتسبة؟ وهذا هو عين سؤالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. إذن القيادة فطرية في حق الأحنف، وكذلك هي عند عمرو بن العاص الذي يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينبغي لعمرو أن يسير على الأرض إلا أميرا. ثالثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ ضعيف لا تولين على اثنين، يدل على أن أبا ذر لا يستطيع حتى اكتساب القيادة رغم فضله ومكانته في الإسلام وعلو شأنه فيه. رابعا، يقول العالم وارن بيني: لا تستطيع تعلم القيادة. القيادة شخصية وحكمة، وهما شيئان لا يمكنك تعلمهما. خامسا، كثيرا ما نجد في الأسرة الواحدة فردا تبدو عليه علامات القيادة دون غيره من أفراد الأسرة، رغم أن الجميع يعيش في بيئة أسرية واحدة.
أما الفريق الثاني فيقدم حججه قائلا: أولا، إن القيادة فن يمكن اكتسابه بالتعلم والممارسة والتمرين. يقول العالم وارن بلاك: لم يولد أي إنسان كقائد، القيادة ليست مبرمجة في الجينات الوراثية، ولا يوجد إنسان مركب داخليا كقائد. كما يقول بيتر ديركر: القيادة يجب أن تتعلمها وباستطاعتك ذلك. ثانيا، الظروف المحيطة بالإنسان تصقل قدراته وتنمي مهاراته، فيعلو شأنه بالتدريب والخبرة وتزداد ثقته بنفسه. ثالثا، القيادي الصغير أسامة بن زيد تولى قيادة المسلمين فكان قياديا فذا بالدربة وحسن التوجيه. والخلاصة عندي أن هناك فئة قليلة أقدرها بحوالي 2%، تكون القيادة عندها فطرية، وفئة أخرى لا تصلح للقيادة ولا تستطيع اكتسابها، وأقدرها كذلك بحوالي 2%. أما معظم الناس فيستطيعون اكتساب القيادة بنسب مختلفة، لكنهم لن يستطيعوا مهما اكتسبوها أن يكونوا كمن حصل عليها بالفطرة. السؤال الأول: ما العلاقة التي تربط بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في الجملتين التاليتين؟ إن القيادة فن يمكن اكتسابه بالتعلم، إن قيادة السيارة تحتاج الدقة والانتباه. العلاقة هي مشترك لفظي. إجابة صحيحة. السؤال الثاني: ما الفكرة الرئيسة التي يدور حولها النص؟ الفكرة الرئيسة التي يدور حولها النص هي الخلاف حول القيادة أهي فطرية أم مكتسبة؟ إجابة صحيحة. السؤال الثالث: ما الفئة التي يناسبها الأسلوب الذي استخدمه الكاتب في النص؟ الفئة التي يناسبها الأسلوب هي جمهور الناس. بارك الله فيك. السؤال الرابع: ما الوسيلة التي استخدمها الكاتب في التعبير عن المعنى الضمني للجملة التالية: إنك امرئ ضعيف لا تولين على اثنين؟ الإجابة الصحيحة هي الألفاظ الموحية. بارك الله فيك. السؤال الخامس سؤال مقالي: يعد توظيف الترادف في عرض الأفكار سمة أسلوبية واضحة في النصوص النقاشية، وضح ذلك بذكر مثالين من النص. من أمثلة ذلك في النص نفوذه وقوته: التعلم والممارسة تصقل وتنمي. السؤال السادس سؤال مقالي: ما الحجج التي ساقها مؤيد وجهة النظر القائلة بأن القيادة فطرية؟ الحجج التي ساقها المؤيدون هي أن العلم والمهارات تكتسب، ولكن الجانب الإنساني والقدرة على التأثير في الناس لا يمكن اكتسابها. ثانيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ ضعيف لا تولين على اثنين. إطلالة بلاغية من المحسنات البديعية: الطباق، المقابلة، الجناس، السجع. المحسنات البديعية هي الوسائل اللفظية التي يستعين بها الأديب لإظهار مشاعره وعواطفه بهدف التأثير في المتلقي. ومن المحسنات البديعية التضاد، وهو ينقسم قسمين: القسم الأول الطباق، وهو الجمع بين الكلمة وضدها في الكلام الواحد، مثل: انتصر الحق على الباطل. القسم الثاني المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر أو جملة ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، مثل: العلم نور والجهل ظلام.
ثانيا الجناس، وهو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى، وهو نوعان: جناس تام، وفيه تتشابه الكلمتان في عدد الحروف ونوعها وشكلها وترتيبها، مثل صليت المغرب في المغرب، فكلمتا المغرب والمغرب بينهما جناس تام لأنهما اتفقتا في كل شيء. النوع الثاني الجناس الناقص، وفيه تختلف الكلمتان في عدد الحروف أو ترتيبها أو نوعها أو شكلها، مثل فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فكلمتا تقهر وتنهر بينهما جناس ناقص لاختلافهما في نوع الحروف. ثالثا السجع، هو توافق نهايات الجمل في حرف أو أكثر في جملتين متتاليتين أو أكثر، ويكون في النثر، مثل الصوم حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع. الكلمة والجملة والخطاب. الدرس الأول الأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولما سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم؟ لأنها تأتي على خمس صور، وهي يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، وتفعلين. طيب كيف تعرب الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة ترفع إذا لم يسبقها ناصب ولا جازم، وعلامة رفعها ثبوت النون، وتجزم وتنصب، وعلامة جزمها ونصبها حذف النون. ومن حروف نصب الفعل المضارع أن، لم، لام التعليل، حتى، كي. ومن حروف جزم الفعل المضارع لم النافية، لا الناهية، ولام الأمر. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: ما الفعل الصحيح إعرابيا لملء الفراغ في الجملة التالية؟ المعلمون يساهمون، يساهموا، تسهمون، تسهمين في فعل الخير. الإجابة الصحيحة هي يساهمون. المعلمون يساهمون في فعل الخير. السؤال الثاني: ما الجملة التي تحوي فعلا مجزوما من الأفعال الخمسة في الجمل التالية؟ الجملة الأولى: اللاعبون لم يشتركوا في السباق. إجابة صحيحة. السؤال الثالث: ما إعراب الفعل يرحمون في جملة المسلمون يرحمون الناس؟ إعراب الفعل يرحمون هو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. إجابة رائعة، لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت. السؤال الرابع: وظف الفعل يلعبون في ثلاث جمل، بحيث يكون في الأولى مرفوعا، وفي الثانية منصوبا، وفي الأخيرة مجزوما. في حال الرفع نقول الأطفال يلعبون في الحديقة، وفي حال النصب نقول الأطفال لم يلعبوا في الحديقة، وفي حال الجزم نقول الأطفال لم يلعبوا في الحديقة. أعرب ما تحته خط فيما يلي: المعلمون ينشرون العلم والمعرفة. ينشرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الناس لم يتناولوا الطعام الفاسد. يتناولوا فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إجابة صحيحة رائعة. المفعول لأجله:
المفعول لأجله مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل السابق له، وهو جواب لسؤال مقدر يبدأ بلماذا. الأصل في المفعول لأجله النصب غالبا، ومن صوره أن يكون منونا مثل أتصدق رغبة في الأجر، أو مضافا مثل أتصدق رغبة الأجر. أحسنت، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. ما الجملة التي تشتمل على مفعول لأجله في الجمل التالية؟ الجملة هي أدعو الله أملا في عطائه. إجابة صحيحة، فكلمة أملا مفعول لأجله. ما إعراب كلمة رحمة في جملة أعطف على الصغير رحمة به؟ كلمة رحمة مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. السؤال الثالث، مثل أي آئتي بمثال من عندك، مثل في جملتين من إنشائك لمفعول لأجله يكون في الأولى منونا وفي الثانية مضافا. المنون أصلي لله طاعة لأوامره، والمضاف أدعو الله طلب المغفرة. إجابة صحيحة. أعرب ما تحته خط فيما يلي. أقرأ الكتب رغبة في الثقافة. إعراب كلمة رغبة مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أنت ممتاز. السؤال الثاني، أقف لمدرس احتراما له، ما إعراب كلمة احتراما؟ مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إجابة صحيحة. المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. أولا المثنى، هو ما دل على اثنين أو اثنتين من جنس واحد بزيادة ألف ونون في آخر مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. علامة رفع المثنى الألف، وعلامة نصبه وجره هي الياء. تحذف نون المثنى عند الإضافة. ثانيا جمع المذكر السالم، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخر مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. علامة رفع جمع المذكر السالم هي الواو، وعلامة نصبه وجره الياء. تحذف نون جمع المذكر السالم عند الإضافة. ثالثا جمع المؤنث السالم، هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. علامة إعراب جمع المؤنث السالم هي الضمة في حالة الرفع، والكسرة في حالتي النصب والجر. ما الكلمة الصحيحة إعرابيا لملء الفراغ في الجملة التالية؟ المسلمان، المسلمون، المسلمات، المسلمين يصومون شهر رمضان. الاختيار الصحيح هو المسلمون. إجابة صحيحة. السؤال الثاني، ما إعراب كلمة الضيفان في الجملة التالية؟ حضر الضيفان مبكرا. كلمة الضيفان فاعل وهي مثنى، إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. أحسنت. السؤال التالي، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. انتصر المظلومين، المظلومون، المظلومة، المظلومتين في غزة. انتصر المظلومون في غزة. أحسنت. فاز لاعبو، لاعبون، لاعبين، لاعبي الفريق بالكأس. فاز لاعب الفريق بالكأس لأنها مضافة. أحسنت. إجابة صحيحة. مثل لما يأتي في جملة من عندك. جمع مذكر سالم يكون مرفوعا. الإجابة الصحيحة، استمتع المتفرجون بالمباراة، أو المؤمنون صابرون،
أو أي إجابة أخرى. مثنى منصوب. إن الطالبين متفوقان. أو كافأ المعلم الطالبين. جمع مؤنث سالم يكون مرفوعا. المسلمات صادقات. أو الممرضات رحيمات. الأفعال الجامدة والأفعال المشتقة. الفعل الجامد هو الفعل الذي يلزم صورة واحدة ولا يقبل الاشتقاق منه، ومن أمثلته ليس، نعم، بئس، عسى، خلا، عدا. أما الفعل المشتق هو الذي لا يلزم صورة واحدة ويقبل الاشتقاق منه في أزمنة مختلفة، مثل ذهب، يذهب، اذهب. ما الجملة المشتملة على فعل جامد من الجمل التالية؟ الجملة هي قال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، الفعل عسى. السؤال الثاني، ما الجملة المشتملة على فعل مشتق من الجمل التالية؟ الجملة الوحيدة التي بها فعل مشتق هي أوشك البناء أن يكتمل. بين نوع الأفعال التالية من حيث الجمود والاشتقاق. ليس، فعل جامد، انتفع، مشتق، بئس، جامد، ذاكر، مشتق، خلا، جامد، حكم، مشتق، زرع، مشتق، نعمة، فعل جامد، اكتمل، مشتق، عسى، جامد، أقبل، مشتق، عدا، جامد. ونأتي الآن إلى الكتابة، وسيكون هناك موضوعان، موضوع نقاشي وموضوع إقناعي. الموضوع النقاشي يطلب منك أن تكتب 15 سطرا، وفي الموضوع الإقناعي يطلب منك أن تكتب 8 أسطر فقط. أولا الموضوع النقاشي، الواجبات السريعة بين مؤيد ومعارض. في العصر الحديث ظهر في مجتمعنا ما يسمى بمطاعم الوجبات السريعة، التي حققت شهرة واسعة وانتشرت في المجتمع، وقد ثار الجدل بين الناس حول ظاهرة الوجبات السريعة، وانقسموا حولها إلى فريقين، مؤيد ومعارض. فالمؤيدون يرون أن الوجبات السريعة لها الكثير من الفوائد، ويستدلون على صحة رأيهم بما يلي: 1- أنها أفضل وسيلة للحصول على الغذاء بشكل سريع أثناء العمل أو السفر. أنها تتميز بطعمها ومذاقها اللذيذ. أن انشغال المرأة بالعمل لساعات طويلة يزيد من الإقبال على مطاعم الوجبات السريعة. أن فيها نوعا من التغيير والترفيه عن النفس بعيدا عن المنزل وعن الأطعمة المعتادة. وأما المعارضون فيرون أن الوجبات السريعة لها الكثير من الأضرار، ويستدلون على صحة رأيهم بما يلي: للوجبات السريعة أضرار صحية مؤكدة، ومن ذلك إنها تؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة تراكم الدهون في الجسم. تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة يضعف الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة، كما أنها تمثل عبئا على ميزانية الأسرة لكثرة الأموال التي تنفق على تلك الوجبات. وفي الختام، أرى أن الوجبات السريعة أصبحت أمرا لا مفر منه، وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نختار الوجبات الملائمة، أن نختار الوجبات الملائمة للصحة الخالية من المواد الدسمة، والاعتماد على الأطعمة التي يدخل في إعدادها الخضروات واللحوم الطازجة. ثانيا النص الإقناعي،
وعنوانه ترشيد استهلاك المياه. الماء شريان الحياة وسر من أسرار وجودها، جعله الله حياة ومعاشا، به تستمر الحياة على وجه الأرض، وهو نعمة عظيمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى على بني الإنسان، حيث جاء في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. وقد حثنا الله عز وجل على عدم الإسراف أو التبذير في استخدامه، وما يدل على أهمية المياه وضرورة المحافظة عليها ما يلي: أمر الله عز وجل بعدم الإسراف حيث قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإسراف في الماء فقال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. ثالثا: الماء أساس الحياة، فلا صناعة ولا زراعة ولا إعمار بدون توفر الماء. رابعا: يستطيع الإنسان أن يستغني عن الطعام لفترات طويلة، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن الماء إلا لوقت محدود. المحافظة على المياه دليل على المواطنة الصالحة وإسهام حقيقي في حماية البيئة. سادسا: إهدار المياه يوقف عملية التنمية في كافة المجالات الاقتصادية. وأخيرا: نتمنى لكم التوفيق والسداد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.